فوال زازات مازال مستمره حيت بلادنا فيها بزاف ما يتشاف. اليوم غنرافقكم المنطقه مجهوله في اذهان بزاف ديال المغاربه، لكن في الجانب الاخر معروفه عند السياح الاجانب. هذه المره اختارينا لكم منطقه طبيعيه لا تقاوم، لا من ناحيه المناظر الطبيعيه ولا من ناحيه جماليه البنايات اللي كتحاكي علاقه الحب بين الانسان والارض، اما من ناحيه صناعه الافلام فالمنطقه ساهمت بشكل كبير في هذا المجال. هذا الشيء كله ما يمكن تلقاوه الا في منطقه فيند، وبالضبط في دوار تحربيت. من ورزازات المنطقة فيند بالضبط دوار تحربيلت عندكم 20 كيلومتر تقريبا 40 دقيقة. كتاخذوا الطاكسيات كبار من المحطة الطرقية اللي كاينة في الحزام والأثمنة 35 درهم للشخص، أو لا كتاخذوا المينيبيس من تابونت كيف ما يمكن لكم تجيو في النقل الخاص بكم. ما نزيدوش نتسناو اكثر حيت كيتسنانا بزاف ما يتشاف. على بعد كيلومتر ونص من دوار تحربيلت غادي تلقاو واحد المنتجع سياحي ترفيهي ايكولوجي كينظم انشطه صديقه للبيئه وكلها مامنه. على بركه الله نبداو الجوله ديالنا وغادي نفتتحوها بزياره بيفواك ديزاغل اللي كتكون من عده مرافق منهم لسويد على شكل بنايه 18 مسقفه بالقصب. هاد المنظر غادي يزيد من الفضول ديالكم باش تزيدوا تكتشفوا الخيام اللي منصوبه على الطريقه الصحراويه والمطبخ اللي كيجمع ما بين العصري والبلدي وقاعه الشاي والاكل اللي مبنيين بطريقه طبيعيه ايكولوجيه ومزينين بالاعمال الفنيه اليدويه. من هنا ندوزو لاتولي باش تاخذوا فكره على كيفاش تصايبوا اللوحات الفنيه اللي شفناها معكم قبيلات في قاعه الشاي والاكل. وغادي نزيدو نكملوا الزياره ديالنا بزياره المسرح اللي كيطل على واحد المنظر غزال كيجمع بين اشجار المنتجع المتنوعه بحال شجر الكرموس والزيتون وبين اللوحه، واللي غادي يجيكم في شكل هو وجود شجر ديال الارغان. الغريب واللي معروف ان هذا النوع من الاشجار كيتواجد فقط في جنوب المغرب نظرا لوجود مناخ ملائم، وهذه كتعتبر تجربه فريده من نوعها لهذه المنطقه مع شجره ارغان. ملي تبغيو تغداو المنتجع كيوفر لكم شهيوات ما لا تضوطاب من مواد محليه، اما الميزه اللي كيمتاز بها المنتجع هي انكم تقدروا تدخلوا للمطبخ تصايبوا وتطيبوا شهيوات من يديكم، زيد عليها جميع الماكولات تتحضروا لها حتى كطيب. اما الخبز كيطيب سور بلاص، الغرض من هذا الشيء كله هو تحسوا بالراحه والحريه كانك في دارك. هنا غادي تباتوا على طريقه الرحاله، يا اما تباتوا في وسط الخيام اللي متواجده في المنتجع اصلا او لا في السويت اللي ديجا هضرنا عليهم توتالو. كيف ما يمكن لكم تحطوا خيمتكم في البلاصه المخصصه لهذا الغرض. ملي تساليو الجوله ديالكم عندكم الاختيار ما بين بزاف ديال الانشطه الترفيهيه والثقافيه. ملي تفيقوا مع الصباح بعد ما ساليتوا فطوركم وشربتوا اتاي بالمورينغا من الاحسن تبداو نهاركم بالمشي. لا غوندوني ديالكم غادي تبدا من المنتجع وفي طريقكم غادي تدوزوا على الواد يا اما في اتجاه الدوار او في اتجاه الجبل. وحتى تساليو من لا غوندوني وتكونوا راجعين غنخليكم مع الانسه ناديا اللي هي واحده من المسيرين ديال المنتجع باش ترافقكم وتعيشوا معها تجربه العمل داخل الورشه. فوالا سي دي بتيت بيس كي سون فابريكي افيك لو غابس باسكو سي تي ان مول مي سي دي بتي مول جو رومبلي لا افيك لو سابل جو في ان ميلانج دو سابل افيك لو سيمون جو رومبلي اي كوم سا جي دي بتي بيس جو لي سي بار كان جو فو رومبلي فوالا كوم سا اي ابري جو رومبلي جو لي سير كوم سا اي جو مي لا تاش اي جو رومبلي دون اي سي بون ابري كان اي ريست اون اور جو ديمونت لا بيس اي جي لا بيس دون كي جو فولي. Cela aussi, j'ai déjà fait les prototypes de cela parce que je travaillais ça pour le bivouac. On va voir ce que j'ai déjà fait avec. Ils sont posés au bivouac. Voilà les pièces que ça donne. Mon travail à l'atelier. Non, je vous dis au revoir et merci pour voir mon travail. L'ensemble du bivouac a été construit comme une expérimentation. C'est-à-dire que d'abord, c'est une architecture organique. En éco-construction, j'ai voulu utiliser uniquement les matériaux locaux. C'est très important aujourd'hui pour, avec tout ce que l'on entend sur le futur effondrement. Voilà l'ensemble de la philosophie de l'endroit. Sachant aussi qu'on a fait des fours parce que nous faisons notre pain, nous faisons nos méchouis, nous faisons nos cuissons nous-mêmes. On ne fait que du frais. On ne fait aucun produit congelé. Ce tableau est une représentation du destin et de la vie. C'est-à-dire qu'elle est basée sur une structure énergétique, car la vie est énergie, et elle représente le destin avec toute la problématique du destin et
surtout tous les barrages que l'on rencontre avant d'arriver au cœur de la réalisation de son destin. Ça, c'est décoratif, purement décoratif. C'est une recherche esthétique, purement esthétique. وختمون هركم بالإيقاعات الموسيقية المحلية بحال أحواش ولا قناوة اللي كيوفرها المنتجع بطلب من الزبون. وما تنسوش انكم تقدروا تنظموا اي حدث بحال اجتماع ندوه بالمسرح اللي ديجا هضرنا عليه. سيادنا ملي تساليوا الاقامه ديالكم وتكونوا راجعين بحالكم في طريقكم غادي تلقاو تعاونيات نسائيه اللي كتقدم منتوجات محليه اصيله بحال الطرز، الخياطه، ملابس تقليديه اللي ممكن تاخذوها كذكرى على المنطقه. نتمنوا الجوله ديالنا في ورزازات تكون نالت الاعجاب ديالكم وتكونوا مستمتعين معنا بكاع الاماكن اللي زرناها واللي كانت متنوعه وغنيه. سيادنا ما بقى لنا غير نودعكم ونقول لكم تستناونا في فيديو جديد من سلسلة فين نسافروا. السلام عليكم، نتلاقاو في السفرة الجديده.